السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم 8 برامج بتشتغل على أبل ماكنتوش، من برامج الأوتوكاد أو من برامج الكاد أو من برامج البيم، الحاجات الخاصة بالرسمة والنمذجة المعمارية. أول حاجة بيقابلنا الأركيكاد، هو بيشتغل بدون أي مشاكل خالص على أبل ماكنتوش، وأثبت كفاءة عالية جدا، وده يعتبر أول برامج من برامج البيم. تمام، هو مش واخد حقه شوية في الوطن العربي، بس هو من البرامج الكويسة والمحترمة، ويعني اشتغلت بيه وفعلا حسيت بأداءه عالي جدا. يمكن هو المشكلة إن هو مفهوش ام اي بي، بدأوا في الإصدارات الحديثة يضيفوا حاجات ام اي بي وحاجات ستراكشر، بس حتى الآن مش كافية للمهندس الكهروميكانيكال ولا للمهندس الإنشائي، فبنضطر نرجع للاي اف سي على أساس نودي لبرامج إنشائية زي تكلا أو برامج كهروميكانيكال، سواء عرفت ام اي بي أو الماجيكات مثلا. تمام، طيب تاني برنامج اريس كوماندر، ده من البرامج الكويسة، واللغة بتاعته سهلة، تحس انها كده مسروقة من الاوتوكاد، او يعني في تبادل ثقافي بين الاتنين. تمام، فبرامج سهلة وبتشتغل على ابل ماكنتوش بدون اي مشاكل خالص. الاوتوكاد بيشتغل برضو على الماكنتوش، في نسخة مخصصة لابل ماكنتوش تقدر تحملها وتشتغل بيها. الفريكاد ده من البرامج المحترمة جدا، وفي أدوات خاصة بالبيم، فنقدر نعتبره من برامج البيم، وأوبن سورس ومجاني، تقدر تعمله داونلود في أي وقت وتشتغل عليه بدون أي مشاكل خالص. وأنا اشتغلت عليه ولقيته كويس، وبشتغل على ويندوز، وبشتغل على لينكس، وبشتغل على ماكنتوش. السكتش أب طبعا برنامج شهير وسهل جدا في الاستخدام، وفي أدوات ممكن تطبقها تبقى من برامج البيم. يعني اعتقد ان انت ممكن في 3 4 ايام تكون شغال كويس بالبرنامج دوت. تيربو كاد من البرامج برضو القويه في الكاد، وبيشتغل على الويندوز وبيشتغل على ابل ماكنتوش. تيربو فلور بلان من برضو البرامج اللي تقدر تصمم بيها البيت بتاعك، وتصمم بيها برضو اللاندسكيب، وبيشتغل برضو على ابل ماكنتوش بدون اي مشكله. الفيكتور ورك برضو في نسخه مخصصه بتشتغل على ابل ماكنتوش. بالنسبة للريفت مفيش نسخة مخصصة، بس انت بتعمل توافقية وممكن تسطب برنامج يساعدك على حاجة زي كده، بس طبعا ما بيكونش أداؤه زي البرنامج الأصلي. أتمنى تكون الناس اللي شغالة قبل ما كنتوش عرفت ايه البرامج اللي ممكن تستخدمها، لأن السؤال ده